إلى القصبة بالشارقة، حيث نظم مركز مرايا للفنون معرض بي لونغينغ الذي يعرض أعمال 5 من طلبة كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة من الخريجين في الفترة من 9 حتى 25 من سبتمبر الجاري. فيما حضر حفل الافتتاح سعادة مروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة وتطوير الشروق. الأعمال الفنية تعكس ثقافة العالم، ومن هنا تأتي المعارض الفنية لتنقل جانباً من الثقافة، منها معرض بي لونغيانغ الذي يستضيفه مركز مرايا للفنون، وهو لطلبة خريجين من كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة، وجاءت أعمالهم بعنوان الانتماء. كثير منهم تطرقوا إلى مواضيع من كانوا في الطفولة أو كيف اللي غير ناطقين باللغة العربية يتكلمون العربية بحسب قدراتهم. في عندنا واحدة من الخريجات أخذت فكرة الطفولة وكيف هي ترعرعت مع ألعاب الأطفال. عنوان الانتماء جاء بغرض معالجة مختلف القضايا المتعلقة بالمنزل والألفة، معبرة عن موضوعات خاصة منتشرة في الحياة اليومية كالأطعمة والمشروبات والسلع الأخرى التي يمكن استهلاكها في المنزل أو في المطاعم المحلية، بالإضافة إلى اللغة من خلال عبارات وجمل متداولة تستخدم في المجتمع. عملي يتكلم عن الطفولة ومراحل الكبر، وأنا حبيت أرتبط في موضوع الانتماء من هذا الجانب، جانب الطفولة. نحن 5 فنانات وكل واحدة جاي من بيئة مختلفة ومن خلفياتها مختلفة، وكل واحدة عبرت عن الموضوع بأسلوبها الخاص وبموضوع يخصها هي وحياتها الشخصية. أنا عملي الفني الإقامة، يتكلم عن السكن والبيئة وإزاي بتشكل ذكرياتنا وشخصيتنا وأفكارنا. استكشاف الملاحظات حول ثقافة المغتربين في الإمارات كان جزءاً من أعمال المعرض، وصولاً إلى مقالات ومذكرات شخصية وإعادة تشكيل ألعاب الأطفال والأدوات المنزلية بأسلوب مرح وجاذب. مشاركات طلابية تعبر عن المكان والهوية، تتجسد أعمالهم في انعكاس ثقافة المحيط من حولهم. لأخبار الدار، هدى سالم من مركز مرايا للفنون.